بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أكمل الخاطرة اللي اتكلمنا فيها امبارح في خاطرة الفجر عن كيفية علاج الإنسان لنفسه من أي ضرر سلبي يحصل. الإنسان لو معرفش يعالج نفسه علاج ذاتي، أي حدث سلبي أو إيجابي ممكن يسمى عنده بمعنى مش حلو. يعني النعمة ممكن تخليك إنسان شاكر وتبعث مع سيدنا نوح إنه كان عبدا شكورا، أو النعمة يكون لها أثر سلبي فتصنع من كل واحد فينا طاغية متكبر بالنعمة. المعصية ممكن تخليك إنسان يائس، وممكن المعصية تخليك تفر إلى الله سبحانه وتعالى وتبدل سيئاتك حسنات. البلاء ممكن يخليك إنسان واقف على باب فتح ولطف ربنا، وممكن البلاء يخليك ساخط على ربنا سبحانه وتعالى. فالنعمة والطاعة والمعصية والبلاء والخير والشر ينفع الإنسان يستفيد منه، وينفع الإنسان يتضر منه حتى لو كان طاعة أو كان نعمة. الفرق ما بين الاتنين، اللي بيعرف يستفيد وياخد خير كل حاجة أو واحد بياخد شر كل حاجة، هو الحديث النفسي الإيجابي، أجانب يسموه البوزيتيف سيلف توك، إحنا كمؤمنين نسميه الحديث العقائدي. أي حاجة تحصل لك في الدنيا لازم تقف مع نفسك وتراجع عقيدتك تجاهها. كل واحد فينا عنده مفاهيم واعتقادات محطوطة كده في ملفات في دماغه، بتحتاج لما يحصل لك موقف معين تستعيد اعتقادك ومفهومك تجاه الموقف ده علشان تاخد خير الحاجة وتحمي نفسك من شر الحاجة دي. أضرب لك مثال. سيدنا سليمان وهو ماشي بالجيش بتاعه اللي فيه الجن والإنس، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جيش من الجن والإنس والطير، وكمان فاهم لغة الحشرات، فتبسم ضاحكا من قولها. بص بقى البوزيتيف سيلف توك، بص الحوار العقائدي اللي يخلي الإنسان، ما هو الأنبياء اتضربوا مثلا عشان احنا نتعلم منهم، اللي يخلي الإنسان ما يتكبرش بنعمة زي دي. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بيكلم نفسه وبيكلم ربنا، حوار عقائدي داخلي: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأثمرت النعمة عند سيدنا سليمان تواضع بسبب الحوار الداخلي اللي يشفي من ضرر تكبر النعمة. طيب لما واحد على سبيل المثال يجيله بلاء، الطبيعي ان اي حد يأذيني ازعل منه واعترض عليه. طب ما هو البلاء ده هو اذى بيحصل للانسان، وفي اعتقادنا احنا ان كل شيء بيحصل في الدنيا من الله. المؤمن مؤدب مع الله فيقول له: الخير بيديك والشر ليس اليك. لكن في الاخر اي انسان بتحصل له حاجه سلبيه، الفاعل هو الله، الضار والنافع. لكن البوزيتيف سيلف توك، الحديث الاعتقادي الداخلي الإيجابي، بيعمل عند الإنسان علاج من شر البلاء. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة، مشكلة، أذية، حد بيحبه مات، مشكلة في الفلوس، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، كلم نفسه، أتكلم ربنا. بص الحديث الاعتقادي اللي هيعمل سيلف هيلينج، اللي هيعمل شفاء ذاتي. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ملك ربنا وأنا راجع لربنا، وما يفعل فيا هو أكيد الخير، هو يعرف أكتر مني، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلشان تعرف تنجو من أي حدث إيجابي يخليك متكبر بالنعمة أو متكبر بالطاعة، أو أي حدث سلبي يخليك يائس لما تعمل معصية من رحمة ربنا، أو ساخط على أقدار الله لما تيجي ابتلاء، محتاج حوار داخلي. هذا الحوار تستعيد في اعتقادك تجاه البلاء. ربنا قال لنا ايه على البلاء، وازاي الدنيا دي فانية، وان فيها اقدار كتير، وان وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لازم تستعيد المعنى الاعتقادي، المعنى ده يبقى شفاء لصدرك. لما تيجي النعمة ربنا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. محتاج تستعيد اعتقادك تجاه النعمة، وتعرف ان العاطي هو ربنا، وان كل شيء زائل، وان ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الشفاء الذاتي من شرور الأشياء لا يأتي إلا بحوار أستعيد في اعتقادي تجاه الشيء اللي حصل لي.
عشان لما حد يؤذيك تعرف كويس قوي ان ما يفتح الله من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو حد عايز يؤذيني وربنا عايز يرحمني لا يمكن حد يعرف ابدا يقف قدام قدر ربنا. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولو ربنا اراد ان في الوقت من الاوقات ما يبعت ليش نعم معينة، لو الكون كله وقف في صفي مش هيوصلوا لي حاجة. استعادة للاعتقاد، العقيدة والمفاهيم والأفكار اللي في عند البني آدم مرمية في ملفات ورا، محتاج تستعيدها كده علشان ربنا يحميك من شرور النعم والشر اللي ممكن، أو الأذية اللي تجيلك من الطاعة، أو شرور البلاء أو شرور المعصية. ويمكن يكون ده مصداق لحديث سيدنا النبي وقنا واصرف عنا شر ما قضي.